السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا منحة المرأة المكيثة في البيت، هذه المنحة اللي عاد الكلام عنها للواجهة، يعني ولينا نسمعوا عاودنا، يعني ولا الكلام عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، هذه المنحة اللي هي نهضروها كواقع، أنه منحة تصب في الحسابات البريدية للمعنية أو للمرأة أو إلى آخره، ما تكزيستيش، يعني ما تكزيستيش منحة للمرأة المكيثة في البيت. كاين منحة جوزافية يستفادوا منها النساء، كاين منحة البطلة يقدروا يستفادوا منها النساء، كاين عدة منح، كاين منحة الأجر الوحيد اللي يستفاد منها الزوج في الحساب البريدي تاعه أو تدخلوا مع الأجرة تاعه إلى كانت زوجة تاعه ما تعملش، والعكس صحيح، وتكلمنا عليها مرارا وتكرارا. رئيس الجمهورية من خلال وعوده كنا شفنا أنه يعني كاين عهدة ثانية للرئيس، كان يعني تم انتخابه لعهدة ثانية، كان قال أنه هناك رفع للمنحة المرأة المكيثة في البيت، ورح يدعم المرأة المكيثة في البيت والمرأة الريفية. هذا الشيء اللي كان يكزيستي ديجا من قبل، يعني كان قروض، كان إعانات للنساء، خاصة للنساء الحرفيات، واللي دايما أنا كنت نقولها في فيديوهاتي أنه تكون مرأة منتجة أحسن من أنه تكون مرأة تستنى منحة ضمن شروط محددة، وقدر هذيك الشروط ما توليش كاينة وتحبس المنحة. يعني هذا وش صاري في المنحة الجوزافية، وش صاري في منحة البطلة، وفي عدة منحات أخرى. الأمر اللي راهو كاين يعني واللي راهو دار بلبلة، أنه وشنو هي المنحة، وش كل يقدر يستفاد منها، وش حال هي المنحة إلى آخره. وبالتالي راكم تشوفوا انه الرئيس ما عندوش بزاف ملي تم الاعلان عن نتائج الانتخابات، اكيد يتم تنصيبه الى اخره، ولكن من بين القرارات اللي راح تكون انه رفع منحه المراه المكيثه في البيت، وهذا يعطينا شقين، وكنت تكلمت عليه في فيديو سابق. هل ترى منحه الاجر الوحيد اللي معترف انه هي منحه المراه المكيثه في البيت، واللي هي في حد ذاتها تحتاج لزياده، وماشي غير زياده كبيره بزاف. وشنو هذه المنحه؟ هي منحه تقدر ب 5.5 دينار، ما يعني 500، نعم ال 500 اللي ما ولاتش عندها قيمه هذا الوقت. هذيك 500 هي منحه المراه المكيثه في البيت، او منحه الاجر الوحيد اللي يستفاد منها الزوج على المراه نتاعو كيكون ما عندها، على الزوجه نتاعو عفوا كي تكون هو في حد ذاته اللي راهو يتقاضى الاجر ما عندوش اطفال، سواء من الصلب تاعو ولا متكفل بهم، وعندها قيمة أخرى اللي هي القيمة المنتشرة أكثر واللي معروفة، اللي هي 80,000، نعم 80,000 سنتيم، أي 800 دينار جزائري، وهي قيمة تاني زهيدة جدا لا تكاد تذكر، يعني تاني كي تكون هذاك الزوج عنده، هو في حد ذاته عنده أطفال. احنا علاه نقولوا هو في حد ذاته عنده أطفال؟ لأنه قادر يكون هذه المرأة هي في نفس حد ذاتها ما عندهاش أطفال، يعني لكن هذا الزوج يكون عنده أطفال بالك ماشي منها، في هذه الحالة يستفاد من 80,000. هذه المنحة ككل بقيمتيها لازم ينزاد فيها، هذه قيمة راها في الوظيفة العمومي. جاتنا تعليقات وقالوا لنا أنه كانوا في القطاع الاقتصادي ولا في القطاع الخاص منح بقيم أخرى، يعني هذه المنحة اللي هي منحة الأجر الوحيد أو يمدوا لك، إحنا نقولوا بالعامية يمدوا له على المرأة كي تكون ما تخدمش 80,000. في القطاع الخاص قادرة تكون أكثر، وبالفعل في بعض الأحيان أكثر، وفي بعض الأحيان للأسف جتنا تعليقات قالوا لي أنه ما كاشها، ما تكزيستيش أصلا، ما يمدوا لهمش على المرأة. وهنا في هذه الحالة يعني المنحة هذه في الوظيفة العمومي اللي راي حاكمة هذاك القيمة تاع 80,000 و 5.5 دينار. أيضا هذه المنحة يستفاد منها الزوج، يعني تدخله في الأجرة نتاعو، مثلا يكون يخلص 3 ملايين، يخلص كي تكون عنده المرأة ما تخدمش وما عندهاش مدخول، يخلص 3 ملايين و 80,000، هذا مكان، هذه هي الأجرة نتاعو. هل هذه المنحة هي منحة من حق الزوجة ولا من حق الزوج، ولا يعني يمدها لي الزوج ولا ما يمدها ليش؟ في هذه الحالة أو هذه النوعية من التعليقات جاتنا بزاف، خاصة في الفيديوهات الخاصة بهذه المنحة، يعني كي نتكلم في فيديو من الفيديوهات على هذه المنحة يجوني هذه التعليقات، أنا الزوج تاعي ما يتقاضها ما يمدها ليش، وأنا نحب المنحة تصب في
الحساب البريدي الجاري. أنا واش نقول لكم، رانا تكلمنا على منحة المرأة الماكثة في البيت، تكلمنا على منحة الأجر الواحد، يعني كيكون مقصود بها منحة الأجر الواحد. هذه المنحة من المفروض ومن يعني المطالبات الكثيرة أنه يرفعوها، ما شفناش رفع تاعها مالغري كنا نستناوه. إضافة بين قوسين فقط أنه كاين مطالبات برفع منحة الأطفال تاني ليزالوكاسيون تاع دراري، يعني اللي هي 30,000، اللي هي 60,000 اللي يخلص تحت 1.5 مليون، و 30,000 اللي يخلص فوق 1.5 مليون، هذوك ما كاينش ليهم يخلص فوق تحت 1.5 مليون. بالتالي يعني راهم الأغلبية يخلصوها 30,000، وهذا مبلغ زهيد إلا في حالات خاصة. دونك هنايا هذه المنحة من المرجح جدا أنه تكون هي المنحة المقصودة بالزيادات من خلال قرار رئيس الجمهورية أو من خلال وعود رئيس الجمهورية. لكن أنا كي قلت هذا في الفيديو اللي فات جاتني فئة ومن حقها، قالوا لي لا أتكلم على المنحة الماكثة في البيت، المرأة الماكثة في البيت، وقال المرأة الريفية، عفوا المرأة الريفية، وبما معنى أنه هذا راح يكون كاين منحة تستحدث للمرأة الماكثة في البيت تستفاد منها ضمن شروط محددة تصب في حسابها البريدي الجاري. واش راح نستناو انه يكون كاين جديد في هذا الموضوع. على اي حال، بدايه تطبيق الزيادات وبدايه اقرار الزيادات وكيفيتها والنصوص التنظيميه او النصوص التطبيقيه بالاحرى وكيفيه التطبيق وقيمه المنح وقيمه الزيادات، سواء في منحه المراه الماكثه في البيت او منحه الاطفال ليزالوكاسيون تاع الاطفال او منحه البطاله او زياده الاجور او زياده المتقاعدين، راح يبدا بدايه من جونفي 2025 وراح تكون كاين جديد. حنا من القنوات اللي نهتموا بهذه المواضيع، اكدوا كونوا على يقين ان شاء الله انه اي حاجه نحطوها لكم بشروطها، كيفيه التطبيق، شحال القيمه، شحال الزيادات، كيفيه الاستفاده، شكون هما المعنيين، ووين تحطوا الدوسي الى كاين دوسي. الى ما كاش انا تكلمنا على منحه الاجر الوحيد، هذيك الى يعني هذه هي الزياده راح تكون في هذيك المنحه. إلى كاين يعني منها أكيد راح نحط لكم ما هي الهيئة المعنية بها بتنظيمها بالشروط كيفية وضع الملف إلى آخره، وتأكدوا أنه جينيرالمون منا وجاي كل حاجة حتكون رقمية. حنا أي جديد تأكدوا أنه راح نحطه لكم، رانا نستناو في جديد بداية من 2025 في أي زيادة راح تكون. أيضا فقط بين قوسين بالنسبة لي سألوني حول زيادة الأجور، تاني راح تكون بداية من 2025. منحة البطالة أيضا، جميع المنح حنا قلت لكم أي جديد نحطه لكم. إلى اللقاء. المرأة الماكثة في البيت، هادو كل نزيد لهم في المنح نتاعها. في إطار تضامن وطني نتاع صح، كل الجزائريين يتضامنوا في بعضهم بعض.